تواصل مستمر والانطلاقات متواصلة. الشوط التالي والآخر مشاهدينا الكرام، ينطلق هذا الشوط خاص بأيضا الإبكار بعد ما تابعنا الشوط الماضي كان من نصيب شاهين راشد بن هلال بن سالمين الخيلي. نسير مع تحدي هذا الشوط وناخذ المركز الأول الشاهنية سلطان بن صغير الاكتبي، بينما المركز الثاني ثاني المراكز الشاهنية علي بن خليفة بن سيف الاكتبي، بينما المركز الثالث هناك التواجد مشاهدينا الكرام من الشاهنية معالي علي بن سالم الكعبي على المركز الثالث. أما المركز الرابع رابع المراكز هناك الحضور والتقدم مشاهدينا الكرام من اللي حاضرة على رابع المراكز، هناك التقدم والوصول الوصول. شوف اللي وصلت الحاضرة الشاهنية سعود بن يوسف أهلي، بينما الوصول من الشاهنية القادمة في هذه اللحظة تتواجد بهذا الحضور أنا قادمة بقوة، تتواجد بهذا الشعار مشاهدينا الكرام. الله يا سلام، حيث أن رقمين معنا 33 33 رقمين متواجدة، ولكن عودتنا إلى المقدمة هذا الشعار أعتقد بأن شعار بن مطوع أو شعار أنا حاملة رقم 33 غير مدونة. نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى التحدي الأول. بن سويف بن سويف يقدم هذه النوعية الفاخرة، هذا الحضور المشرف، هذا الأداء الجميل، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه النوعية هذه النوعية، تابع يا متابع، راقب يا مراقب، هذا الأداء ولا فلا، هذا الحضور ولا فلا. تقود السرب مسيطر الشاهنية علي بن خليفة بن سويف الاكتبي، ولكن الحاضرة الشاهنية لسيف بن مسفر بن راشد العميمي على المركز الثاني، ولكن بن سويف طار، بن سويف على المقدمة، بن سويف على المركز الأول يقدم هذه النوعية، يقدم الشاهنية المسيطرة بالمركز الأول مسيطرة بهذا الأداء الجميل. التهنية والناموس للسيد علي بن خليفة بن سويف على فوز الشاهنية بهذا الشوط، لحظات وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. بن مسفر ثانيا، ولكن خلاص بن سويف يتفوق بهذا الشوط، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني لسيد سيف بن مسفر، المركز الثالث حاملة رقم 33 أيضا، حيث أن هذا الشوط يحمل رقمين على العموم، اعتقد حمد بن هيان او سلطان بن صغير. على العموم التوقيت الزمني 3 دقائق 5 ثواني، تهانينا والناموس للفائزين.